لكن تخيل السعر اليوم 2.99 وبعد اسبوع اصبح 3. هنا انت بتقول نو ايش هذا، كل شويه ترفعوا الاسعار، مش عارفين اني مثقف ولا ايش. وبعدها رحبت او رحب بك الموظف وابتسم لك وسالك عن طلبك، فقلت واحد كافي لاتيه بليز. فقال لك ايش من حجم؟ انت فكرت ان الصغير ممكن ما يكفيك والكبير بيكون كثير زياده، فاخترت الوسط وهو الحجم اللي بالضبط حاولوا يخلوك تختاره. وما لاحظت اصلا ان السعر بينه وبين الكبير جدا بسيط، بينما بينه وبين الصغير في فارق كبير. وغالبا الموظف لما يسألك عن الحجم بيقول لك وسط صح، وانت بتقول اوكي، وستأكل الطعم. ومع ابتسامة عريضة بيسألك الموظف عن اسمك وبيكتب لك في الكوب تبعك، وانت بتحس انك كول يا سلام، وان هذا الكافي شيء مخصص لك وبالاسم، فتنبسط. وبما انك مثقف وتواكب التطور بتدفع عبر تطبيق ستاربكس الذي حملته وشحنت فيه $30 الاسبوع الماضي، عشان ما تجلس كل مرة تدفع كاش، ومستمر باحساسك انك كول. شوف حبيبي، انت عارف ان بسبب هذه الحركة وصل حجم الودائع في تطبيق ستاربكس عام 2019 لما يقارب $1.5 مليار، وهذا يعني انها تفوقت على 90% من البنوك الامريكية بحجم الودائع، رغم ان في تلك السنة لم يشترك غير 41% من عملاء ستاربكس. وات؟ يعني ستاربكس تحول لبنك ولا ايش؟ نو، بل افضل من بنك، لان بهذه الحركة كأن ستاربكس اخذ من العملاء قرض ب1.5 مليار مقابل صفر فائدة. وبما ان ستاربكس مش بنك رسمي وما تقدر تروح تقول له بسحب فلوسي حبيبي مصيرك تشتري فيها قهوة، اما هو فيستطيع ان يستخدم هذه الفلوس بالتوسع او باي شيء. اوبا، ومش كده وبس، لحظة خليني احسب لك، 1.5 مليار في 10% يساوي 150 مليون. ايش هذا يا قحميز؟ هذا شيء يطلق عليه البريك ايج، وهو مصطلح يخص المبالغ التي قد يتم نسيانها او فقدها او عدم استخدامها في مثل هذه التطبيقات. يعني احتمال كبير ان $150 مليون بتروح لجيبهم كذا بدون اي شيء. نو واي. ها ايش رايك، ما زلت مصر انك مثقف؟ اوكي، اذا تعال اقول لك شيء، انت عارف ان من كثر ثقافتك سويت دعايه مجانيه لستاربكس لما ضحكت على اسمك اللي كتبه غلط ونشرته في الستوري، لانك ما كنت عارف اصلا انهم تعمدوا كتابه اسمك بخطا املائي عشان تضحك وتقوم بنشره، وكمان بكتابه اسمك يحاولوا يعطوك شيء تحس انه ينتمي لك، وهذا يخليك تحس انه هذا الشيء يستاهل اي سعر لانه شيء خاص فيك انت، قهوتك انت، باسمك انت، وانت مبسوط. واو، باقي شويه بس ويغنوا لك والله بحبك انت. ها ايش الوضع يا مثقف، يكفي ولا اقول لك كمان عن موضوع ليش الكرسي اللي جلست فيه مش مريح؟ ها تعتقد متعمدين الموضوع ولا كيف؟ ليش مسوين لك كرسي مش مريح؟ ها